بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد القادات وقائد السادات محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على النبي محمد واجعله شافعا لنا يوم غد. أما بعد، بفضل الله ومنه وكرمه ما زلنا نواصل هذه المحاضرات الطيبة الماتعة النافعة، وما زلنا مع هذه الدورة وهي دورة القراءات إفرادا، قراءة أبي عمرو البصري، مراجعة سريعة للمحاضرة السابقة. تحدثنا في اللقاء السابق عن مذهب البصري في الهمز المفرد، وقلنا أنه أبدل البصري الهمزة ألفا في بعض الكلمات، أو له منهج خاص في بعض الكلمات، منها أنه يبدل الهمزة ألفا في قوله تعالى يأجوج ومأجوج، أيضا له فتح النون الأولى وفتح السين وزيادة همزة بعدها في قوله تعالى ننسيها تصبح ننسأها ولا إبدال فيها للسوسي. أيضا أسقط البصري الهمزة في يضاهئون فتصبح يضاهون، كذلك في مرجون تقرأ مرجؤون، أي زاد همزة وأصبحت هذه الواو واو مادية وليست واو لينية. أيضا كلمة ترجئ لا إبدال فيها أيضا للسوسي، فهي تقرأ ترجئ، وأقصد للسوسي في حال الوقف طبعا، لأنها ستسكن حال الوقف. هل يوجد فيها إبدال؟ نقول لا، إذا هي ترجئ من تشاء في حال الوصل، وحال الوقف ترجئ بالهمز للدوري والسوسي. من سأته أبدل الهمزة إلى ألف، لأهب أبدل الهمزة إلى ياء، زكريا زاد عليها همزة فأصبحت من قبيل المد الواجب المتصل. كذلك هزوا قرأ بهمز الواو، وكفوا أيضا قرأ بهمز الواو، بادئة أو بادية أصبحت بادئة أي همز هذه الياء، كلمة رؤوف قرأ بحذف الواو من هذه الكلمة فتقرأ رؤوف رؤوف. أيضا قرأ الإمام البصري بهمزة ساكنة بعد الياء في لفظ يلدكم فتقرأ لا يألتكم لا يألتكم، وطبعا هذه حققها الدور وأبدلها الإمام السوسي. ثم تحدثنا عن بعض الكلمات الخاصة للإمام البصري، منها ها أنتم، فالإمام البصري قرأ بتسهيل هذه الهمزة، وله في حرف المد السابق لها إم السابق لهذه الهمزة إما التوسط وإما القصر، وشرحنا ذلك بالتفصيل. أيضا الإمام البصري قرأ بحذف الياء التي بعد الهمزة في كلمة اللائي فتصبح اللاء، يعني هكذا هي ترسم قلنا في القرآن، لكنه احنا لو في الإملاء راح نرسمها بهذه الشكل، أو أنا رسمتها بهذه الشكل حتى تفهم وتصل الصورة بشكل أيسر وأسهل. إذا قلنا كلمة اللائي تقرأ بداية وصلا وقفا بتسهيل الهمزة مع التوسط اللاي، والتسهيل مع القصر اللاي، والإبدال إلى ياء ساكنة مع الإشباع فتقرأ اللاي بالياء. ثم انتقلنا إلى ملاحظة مهمة، وقلنا أنه حذف الإمام البصري همزة الاستفهام في قوله تعالى اتخذناهم فتصبح اتخذناهم، تصبح هكذا اتخذناهم. ثم انتقلنا إلى تمرين كان مهم جدا وجميل، ويعني شرحناه وفصلناه في شريحة مميزة كانت، لكن أنا لم أتي بها الآن لأنه احنا شرحناها بالتفصيل في لقائنا السابق. هيك احنا بنكون رجعنا بشكل سريع المحاضرة السابقة. مين عنده سؤال؟ مين عنده استفسار؟ اللقاء اليوم استكمالا لباب الهمز، لكنه باب مهم جدا، فأتمنى من الجميع الانتباه جيدا لمحاضرة اليوم. بإذن الله تعالى سنشرحها بطريقة مميزة، وتصل إن شاء الله الفكرة للجميع بإذن الله تعالى. نذكر كالمعتاد أن الكتاب المعتمد في هذه الدورة هو كتاب الدرر الحسان في القراءة العشر للقرآن، وتحديدا في هذه الدورة هو قراءة أبي عمرو البصري. سنتحدث عن باب الهمزتين من كلمة واحدة،
إذا اجتمعت همزتان في كلمة واحدة، طبعا الأولى دائما همزة استفهام، دائما الأولى تكون عندنا همزة استفهام ودائما تكون محققة. هذه النقطتين مهمات، إنها همزة استفهام دائما ودائما هي مفتوحة وأيضا محققة لجميع القراء. أما الثانية فممكن أن تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. طيب، ما هو مذهب الإمام البصري في ذلك؟ مذهب الإمام البصري هو تسهيل الهمزة الثانية منهما، يعني لو اجتمع الهمزتين سواء كانت الأولى، طبعا عفوا، سواء كانت الثانية مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، منهج الإمام البصري هو تسهيل الهمزة الثانية منهما مع الإدخال في المفتوحة والمكسورة بلا خلاف وفي المضمومة بخلف عنه. أعيد، إذا كانت طبعا الأولى متفقين على أنها دائما تكون مفتوحة ومحققة لجميع القراء. الآن تعامل القراء مع الهمزة الثانية، فالهمزة الثانية عند الإمام البصري هي مسهلة، ولكن الإمام البصري لا يكتفي فقط في التسهيل، إنما له إدخال ألف بين الهمزة الأولى والهمزة الثانية. إذن هو يسهل الهمزة الثانية ويدخل الألف بين الهمزة الأولى والهمزة الثانية، لكن نلاحظ إلى نقطة مهمة، أنه يدخل الألف في المفتوحة والمكسورة بلا خلاف وفي المضمومة بخلف عنه، أي له الإدخال وعدم الإدخال. طيب، إذن الإدخال هو المقدم طبعا في الهمزة المضمومة. إذن نلاحظ اختصار الكلام، أنه إذا اجتمع همزتين من كلمة واحدة، فالإمام البصري يسهل الهمزة الثانية مع إدخال ألف، في سواء كانت هذه الهمزة مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة، لكنه في المضمومة يزيد أيضا وجه آخر ثاني، يعني هو عدم الإدخال. عدم الإدخال، إذن سواء كانت الهمزة الثانية مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، فإن الإمام البصري يسهل الهمزة الثانية ويدخل ألف، لكنه زاد في الهمزة المضمومة عدم الإدخال. إذن له الإدخال وعدم الإدخال في المضمون. مثال على ذلك، ما هي الكلمات؟ نقول أأنذرتهم، أألد. كيف يقرأ الإمام البصري؟ أأنذرتهم، اسمعوا مني جيدا، أأنذرتهم، أألد، أألد، أنذرتهم. إن شاء الله يكون التسهيل مع الإدخال واضح. طب لو فرضا هو لا يدخل ألف، سنقول على طول مباشرة على طول أنذرتهم، لكن الإمام البصري يدخل ألف فتقرأ أنذرتهم، آلد، آلد. إذا الإمام البصري يدخل ألف مع تسهيل الهمزة الثانية. ننتقل إلى المكسورة، نحو أئنكم، إذا تسهل أيضا، أئنكم، أئنكم. إذا هذه الهمزة أيضا مسهلة مع إدخال ألف. طيب، كلمة أنبئكم أو أنزل، نلاحظ أن هذه الهمزة مضمومة الثانية، فالإمام البصري له تسهيل الهمزة الثانية أي المضمومة مع الإدخال وعدم الإدخال. كيف؟ الآن نأخذ في الشريحة التالية، الهمزة الثانية مضمومة، طبعا ورد ذلك في ثلاث مواضع فقط في القرآن لا رابع لها. كلمة أنبئكم في آل عمران، أنزل في صاد، ألقي في القمر، صاد طبعا الآية 8 والقمر الآية 25. طيب، كيف تقرأ عند الإمام البصري؟ نلاحظ أن التسهيل مع الإدخال مقدم، فكيف تقرأ؟ أنبئكم، أنبئكم. طيب، الآن بدون إدخال تقرأ أو، لاحظوا في الأم في الأمر الأول قلنا أو، هنا في الموضع الثاني قلنا أو، أعيدهم وراء بعض مباشرة، أو أو. يعني أنا يعني أرى أن الفرق بينهم واضح إن شاء الله ويكون واضح لكم. إذن أنبئكم، أنبئكم، هاي التنتين مباشرة ورا بعض. أنزلك أيضا نفس الفكرة، مرة بالإدخال ومرة بعدم الإدخال، أنزل، الوجه الآخر على طول مباشرة،
أونزل. إذن لنا الإدخال وعدم الإدخال. أونزل أونزل. طبعا احنا بنلاحظ أن هذه الدائرة المغلقة هذه هي عبارة عن أو إشارة للتسهيل، إشارة للتسهيل. ألقي نفس الفكرة، ألقي أو ألقي، أو مباشرة. واضح الفرق يا جماعة ولا في حد مش واضح الفرق له؟ إذا حد مش واضح له أنا أعيد ثاني مرة، مرة ثانية ما في مشكلة. مين مش واضح له ما يخجل. شيخ فادي تفضل، يلا ماشي. أسمع منك أو أنبئكم، مرة بالإدخال ومرة بعد الإدخال. اسمعها مني. زي ما نقول آمنوا آدم، نقول ثم نقول هو. هو آو آو، هكذا أريدكم أن تتدربوا عليهم بالشكل اللي أنا ذكرته الآن. مد بدل هو. أنبئكم اسمعوها مني كيف أنا راح أجيبها. أنا يعني دائما أدرب الطلاب عندي هكذا نقرأها. مد بدل ثم هو، لو كانت مفتوحة ها، مكسورة هي، عفوا ها هو هي، هو هي، ها، لو كانت مفتوحة طبعا. إذن هذه الأمثلة نسمعها منك مرة أخرى. هو أنبئكم تمام. طب بدون إدخال بالثاني، أنبئكم تمام، بس حقق الأولى أفضل. أنبئكم أنبئكم ما شاء الله، ممتاز فهد، ممتاز ما شاء الله. إن شاء أنا الله. أكون سعيد جدا لما تطبقوا هذه الكلمات، وخصوصا التسهيل. التسهيل يحتاج إلى نوع من التدرب عليه، مع أنه أمر بسيط. يعني إحنا يا جماعة التسهيل، قبل ما نأخذ باقي الأخوة والأخوات، التسهيل كثير من الطلاب هو يسهل من حيث لا يدري، وهو لا يدري، يعني يسهل وهو لا يدري. كيف؟ يقرأ مثلا أنزل عند الإمام حفص، يقرأها أنزل، أو مثلا أنذرتهم، يقرأها أنذرتهم، نقول له أنت لم تحقق الهمزة، أنت سهلت الهمزة. يقول أنا سهلت، كيف سهلت؟ هو لا يفهم التسهيل، هو مثلا إنسان مبتدئ عند حفص. فإذا لم نحقق، لم نضغط على مخرج الهمزة فتسهل. عندما أقول أنذرتهم أنذرتهم، أنا الآن مسهل، يعني وكأني أريد أن أحقق لكني لم أحقق. طب كيف بدي أحقق؟ نقول أنذرتهم. سمعتوا كيف الهمزة؟ طب بديش أحققها، بدي أسهلها، لا أضغط على مخرج الهمزة، أقول أنذرتهم. إذا لا أضغط على مخرج الهمزة فتسهل. الأخت سعاد تفضلي. أنزل أسمعها منك. لا شيخ، أنا عفوا يعني سأطبق إن شاء الله، ولكن شيخ أنا في كلمة في الزخرف أشهد. أنت ذكرت بأن هناك 3 مواضع فقط في القرآن الكريم، ولكن موضع أشهد في سورة الزخرف، أطبق إن شاء الله. طيب يلا. أنزل تمام، مرة أخرى أنزل بدون إدخال. بدون إدخال، نعم. أنزل 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 تمام. كلمة أشهد هذه خاصة فقط بالإمام نافع والإمام أبو جعفر، هي ليست موجودة عند الإمام البصري. عند الإمام نافع نقول نعم، عند الإمام أبو جعفر نقول نعم، لكن عند الإمام البصري لا، مش موجودة عنده. إذن هي نكتفي فقط في هذه 3 كلمات. تمام أخت سعاد؟ إذن كيف دكتور، كيف قرأ الإمام البصري أشهد؟ بتحقيق يعني بدون همزة استفهامية؟ نعم، أشهد تقرأ أشهد، لكن عند الإمام نافع أشهد، ولو مع طبعا شغل في الهمزة. نعم. تمام، زي الإمام حفص. أنت من تقرأ برواية ورش ولا قالون؟ قالوني قالون. قالون قالون إذن عند الإمام قالون كيف؟ قالون أستاذ. نعم أشهد طبعا بهمزة ثانية، وله عمل في طبعا إمام قالون له في إدخال وعدم الإدخال، يعني تمام. الله يفتح وله عليك، في إدخال وعدم الإدخال، الله يعني ينور نفس عليك، القاعدة. صحيح، الله يفتح عليك. نعم. الشيخ جاسر تفضل. ألقي تمام. ألقي تمام. الأخت فايزة، الله يفتح عليك الشيخ جاسر، ما شاء الله. الأخت فايزة بارك الله.
السلام عليكم الله. أستاذ. عليكم السلام. أستاذ قلت لنا في عندما تكون مضمومة له الإدخال وعدم الإدخال وعدم الإدخال، والإدخال هو المقدم. صحيح. أستاذ يعني مثلا عندما نكون في التطبيق نقرأ نقرأ الوجهين أم نقرأ المقدم؟ تمام، سؤال جميل جدا، وهذه خذوها قاعدة لكل القراءات، ليس فقط قراءة البصري وإنما لكل القراءات. إذا كنت أنا يا جماعة في مقام التعليم، فدائما آتي بجميع الأوجه. إذا كانت يعني يسيرة أو ممكن أن أنا آتي فيها، ما هو أحيانا تكون بعض الأوجه في بعض الأشياء 15 وجه أو 20 وجه، لكن إذا كان مثلا وجهين أو ثلاثة وأستطيع أن آتي بهم، من الأفضل أني آتي بهم. لماذا؟ لأن الآن في مقام تعليم، وإذا لم أقرأ بهم فمتى يعني سأقرأ بهم؟ لذلك إذا كنت في مقام تعليم أقرأ بهم، إذا كنت مثلا منفرد لوحدي ممكن أنا أقرأ بهم، لكن إذا كنت مثلا في صلاة أو أقرأ في محفل أمام الناس أو كذا، ممكن ما آتي فيهم كلهم، آتي فقط في الوجه المقدم. نعم، نأتي بالمقدم. دائما ناتي بالمقدم، الا اذا انا يعني مثلا نضرب لكم مثال عند الامام ورش. ما هو المقدم اداء في البدل عند الامام ورش؟ نقول الاثنين القصر في البدل، لكنه المشهور هو الاربعه. لماذا؟ يعني انت حتى تجد كبار القراء يقرأوا بالبدل بالاربعه او بالسته، لانه يظهر الخلاف مع الاربعه والسته عن باقي القراء، فياتوا به من باب يعني جمال القراءه. لكنه لو بدنا نقرا بالمقدم اداء راح يقرا بالقصر. وهنا احنا ممكن انا اقرا بالادخال او بعدم الادخال، انا مخير. اذا كنت انا مثلا اقرا في محفل، اقرا في صلاه، لكن الاولى ان ناتي بالمقدم اداء الاولى. لكن لو انا اتيت بالوجه الثاني، هل يعيب ذلك القراءه؟ لا، لا يعيب ولا يحرمها. بارك الله فيك أستاذ، كنت أود فقط أعلم أعرف أين أستعمل المقدم عندما رأيت هذه الكلمة فقط لأرى. الآن يوجد التعليم والصلاة والمحافل، إذا فوضحت الفكرة، شكرا، الله يعلم. بارك الله. تفضل يا أخت فايزة، تفضل. بالإدخال أولقي، تمام، بعدم الإدخال أولقي. الله ينور عليك، ما شاء الله. أبو فتحي آمين. تفضل يا أبو فتحي. أنزل. أيوة ممتاز. أنزل. لا، على طول مباشرة. أنزل بدون إدخال طبعا. أنزل. الله يفتح عليك، ما شاء الله، ممتاز. تمام يا جماعة، وأتمنى طبعا في التطبيق العملي يا جماعة أنكم أنتم في التطبيق العملي برضو مع المشايخ والشيخات الموجودين عندنا تطبقوا هذه الكلمات، تطبقوا هذه الكلمات ضروري. تقول للشيخ أو الشيخة، يعني كل واحد حسب توزيعته، أنا والله أريد أن أطبق هذه الكلمات حتى تمر عليها جميعا، لأنه العدد كبير، لا أستطيع أن نخليكم كلكم تمروا عليها، لكن أتمنى كل واحد مع المجموعة تاعته السبعة أو الثمانية أو كذا حسب توزيعاتكم، أنكم إن شاء الله تمروا على هذه الكلمة. طيب، على العموم طبقنا هذه الكلمات الثلاثة، ننتقل إلى الشريحة التالية. مستثنيات وتنبيهات في بعض الكلمات للإمام البصري، طبعا من كلمة واحدة. أولا، يمتنع الإدخال للبصر في الكلمات التالية: الذكرين، الآن، الله. ممكن واحد منكم يسألني، طيب هذه الكلمات ليست فيها همزتين متتاليات، إنما همزة قطع وهمزة وصل. نعم، أنا تمام، هي همزة قطع وهمزة وصل، لكن للتنبيه، خوف من أن واحد يقول أنا أنطق مثلا الآن، هي الأصل الذكرين، الأصل الهمزة وهمزة وأنطق بها، هل أدخل ألف؟ نقول لا، لا تدخل ألف هنا، إما تسهيل وإما ابدأ همزة توصل إلى ألف، إما أن تنطق الذكرين أو الذكرين. إذا هل يوجد إدخال عندما نسهل؟ نقول لا، لا يوجد إدخال في الكلمات الثلاثة. هذا العلماء يعني يذكروهم خوفا من الالتباس، فينبهوا عليها من باب التنبيه ليس إلا. ثانيا، يمتنع الإدخال للبصر في كلمة مشابهة جدا لهذه الكلمة، هي كلمة السحر. فهذه الكلمة الإمام البصري أدخل على هذه الكلمة، وأخذناها في لقاء السابق، أدخل عليها همزة قطع، همزة استفهام، فتصبح مشابهة تماما للكلمات الثلاثة السابقة. فهل يدخل عليه أو يدخل الألف بين الهمزة الأولى والهمزة الثانية؟ نقول لا.
تقرأ السحر أو السحر، إذا لا يوجد إدخال للألف. وننتبه هنا إلى أن هذه الكلمة أو ما قبلها يصبح فيها متجائز منفصل به السحر، فننتبه سواء في التفسير أو في الإبدال إلى ألف، ننتبه إلى به فتصبح من قبيل مد الصلة الكبرى، المد الجائز المنفصل. إذا هذه الكلمة تنطق به السحر، وإما القصر وإما التوسط في كلمة به من قبيل مد الصلة الكبرى. ثالثا، يزيد الإمام البصري في آمنتم همزة استفهام وقد سهل الثاني دون إدخال آمنتم. طب لماذا لا ندخل ألف هنا؟ لأن هنا عندنا أصلها يعني ثلاث همزات منتم، ثلاث همزات، فسهلت الثانية وأبدلت الثالثة، فلو أدخلنا ألف قد يظن السامع أن هناك همزة رابعة وأبدلت إلى ألف، وهذا يعني زيادة في اللغة العربية. لذلك هذه الكلمات عند من يسهل، ليس فقط البصري، عند من يسهل من القراء بشكل عام لا يدخل ألف بين الهمزة الأولى والهمزة الثانية المسهلة، ومنهم طبعا البصري، فتقرأ آمنتم آمنتم. من يقرأها؟ اسمعها منه، أحمد، شيخ أحمد داود، تفضل. آمنتم آمنتم لإخفاء، ما تنسى، اسمعها منك، آمنتم آمنتم. آمنتم الله يفتح عليك، كويس. شيخ الله حكمة، خير. آمنتم لا هيك أدخلت همزة أخرى رابعة، آمنتم. آمنتم الله ينور عليك، ممتاز، هذا ممتاز. أستاذة مهيمنة، نسمع منك. لا آمنتم نريدها، لا نريدها، خلاص أحسن. آمنتم. آمنتم ممتاز، هذا ممتاز، ما شاء الله، هذا ممتاز، الله يفتح عليك. تمام يا جماعة، إذا هذه الكلمة لا يدخل فيها ألف الإمام البصري. كلمة أخرى رابعا، يزيد برضو الإمام البصري آمنتم. طبعا اللي قبلها كان في سورة الأعراف، الشعراء عفوا، في الشعراء. الكلمة الثانية هنا في سورة طه الآية 71، نفس الفكرة، هو سهل الثانية وأدخل همزة استفهام، أدخل همزة استفهام وسهل الثانية، إذا تقرأ قال آمنتم، نفس الفكرة، نفس الفكرة. الكلمة الثالثة برضو نفس الفكرة، في خامسا في سورة الأعراف الآية 123، أيضا أدخل همزة استفهام عليها وسهل الثانية، وأيضا لا يدخل ألف، لا يدخل ألف. ثلاث كلمات نفس النطق، نفس النطق. سادسا، الإمام البصري في لفظة آلهتنا من الزخرف حقق الأولى وسهل الثانية وأبقى الثالثة مبدلة. طيب كيف تفصيلها أو كيف قراءتها؟ وقالوا آلهتنا آلهتنا. من يقرأها؟ وقالوا آلهتنا. الأخت إيمان، تفضل الأخت إيمان. آلهتنا آلهتنا، قللت الهمزة، آلهتنا، لا نريد تقليل، آل، آلهتنا لا نريد آلهتنا، هذا لا نريد الهمزة آه. الأولى، الهمزة الأولى، الهمزة وهل الهمزة الثانية المسهلة أيضا مقللة لحركتها، سواء الهمزة الأولى أو الهمزة المسهلة، اسمعيها مني، نريد أن نفتح الفم بشكل عمودي. آلهتنا، آلهتنا يعني أفضل، لكن ما زلت فيها ريحة فيها ريحة تقليل. أتمنى، أظن قبل ذلك نبهتك عليها أخت إيمان، أيوة أعتقد فعلا، تذكرت الهمزات الآن مع حمزة. طب هو يا دكتور بالنسبة للتسهيل كويس؟ التسهيل. أسمع، أعيدها مرة أخرى. آلهتنا كويس، حقق الأولى،
آلهتنا. رائع، التسهيل عندك رائع، ما في أي مشكلة، بس عندك مشكلة التقليل، يعني أتمنى أنك أنت تنتبهي لها. الأختم فاطمة تفضل. آلهتنا ما شاء الله رائع، آلهتنا رائع رائع ما شاء الله. نور، سبحان الله. الله يخليك، نعم دكتور. تفضل. آلهتنا أيضا لا نريد السرعة، آلهتنا. آلهتنا تمام، ننتبه إلى عدم اختلاس هذه الكلمات. لاحظوا يا جماعة، هذه ممكن أنا أختلسها فتقرأ آلهتنا، هذا اختلاس، فمن يقرأ بهذه الكيفية ينتبه لعدم اختلاس هذه الكلمة. حتى عند حفص لا نقول آلهتنا، إنما نقول آلهتنا، فننتبه إلى عدم اختلاس هذه الكلمة. ننتقل إلى الكلمة التي تلي ذلك. سابعا، عندنا أيضا يمتنع الإدخال للبصر في قوله تعالى أئمة، إذا تقرأ بتسهيل الهمزة الثانية أي أئمة. لا يقول أحد طيب الهمزة الثانية مكسورة فلنا فيها التسهيل مع الإدخال كالقاعدة العامة. نعم، القاعدة العامة عند الإمام البصري أنه يدخل الألف، لكن في هذه الكلمة يستثنى هذا الأمر فلا ندخل ألف، فتقرأ أي على طول مباشرة، أيمه أي أيمه. مين نسمعها منه أيمه؟ شيخ رجب تفضل. أيمه يعني لا نريد فيها مطة، في عندك فيها مطة بسيطة، أي على طول مباشرة، أيمه أيمه. أيوة ما شاء الله ممتاز. فاطمة، أيمه أي أيمه. لاحظوا في نقطة مهمة جدا يا جماعة، البعض يعني قد يختلس حركة الهمزة الأولى مباشرة، أيمه مباشرة هكذا، لا نريدها همزة محققة مفتوحة فتحة كاملة، أهي أي أيمه أيمه. أها، الأخت سوزان أيمه. نفس الفكرة، اختلست حركة الهمزة الأولى أي، حققيها وبين فتحتها. أيمه. أيوة ممتاز. الشيخ شامخ، أيمه. ممتاز رائع. طيب ثامنا، أن الإمام البصري قرأ بهمزة استفهام، بزيادة همزة الاستفهام مع الإدخال وتسهيل الهمزة الثانية على مذهبه على ثلاثة مواضع، أو في ثلاثة مواضع. نلاحظ أنه أدخل همزة الاستفهام على هذه الكلمات، ويعني هذا من باب التنبيه، ويتبع المنهج العام. ما هو المنهج العام؟ أنه في هذه الكلمات وما شابهها يدخل ألف مع تسهيل الهمزة الثانية. في هذه الكلمات في سورة الأعراف 113 قالوا إن لنا، فتقرأ قالوا آئن لنا، آي آئن آئن. هذه الهمزة الأصلية تاعت إن التي فوق الدائرة، وهذه الألف التي أدخلناها، وهذه همزة الاستفهام، فتصبح آئن. ممكن بعض منكم يسألني لماذا لم توضع على نبرة، لماذا وضعها على ألف؟ وضعت على ألف حتى لا نغير في الرسم العثماني فقط، وإلا هذه الكلمة الأصل أنها تكتب على نبرة، لكنه يعني خوفا من عدم اتباع الرسم العثماني آثرت أنها تكتب على الألف. شيخ شامخ تفضل، نسمعها منك شيخ شامخ، يلا. قالوا آئنة. الله يفتح عليك، ممتاز. طب الكلمة الثانية، إنكم لتأتون، الأعراف الآية 81، آئنكم آئنكم لتأتون. ما ننسى كلمة لتأتون بالإبدال للإمام السوسي. دكتورة سحر تفضلي. بس يا دكتور آئن مرسومة على نبرة مش على ألف، يعني في الشعراء اللي هي آئن لنا لأجرا مرسومة الأعراف، على نبرة الأعراف، طبعا، الأعراف يا دكتورة، لأن هي مكسورة زي ما هي مكتوبة عندنا على الشاشة، مكتوبة هكذا إن لنا على الهمزة على تحت الألف، يعني مختلفة عن الشعراء يا دكتور، يعني في طبعا الرسم مختلفة كلمة عن إن الشعراء. إذا أدخلت عليها همزة استفهام
بشكل عام في القرآن إذا أدخلت عليها همزة استفهام فبعض الكلمات تكتب على نبرة. هنا هذه كتبت على هذه الشاكلة بهذه الشاكلة. طب إذا أردنا أن ندخل عليها همزة استفهام، البعض ممكن يكتبها على نبرة، لكن أنا لا أريد أن أغير في الرسم المصحف، لذلك أبقيتها كما هي. تمام دكتورة؟ تمام يا دكتور. هي اللي مرسومة في المصحف هي الأصلية وبعدين دخل عليها همزة ثانية؟ يعني مرسومة على نبرة دي الأصل. تمام، إذا مرسومة على نبرة حضرتك زودت همزة. تمام، بس هنا صح كده؟ تمام. أنت تتحدث عن هذا الموضوع ولا إذا كانت مرسومة على نبرة؟ على لا على موضع الأعراف إن هو مرسوم تحت الألف، فحضرتك زودت الهمز الهمزة القطع يعني. صحيح، زودت وسبتها على حلها اللي هي مرسوم بيه. ينور عليك، ينور عليك. أنا خليت صح كده؟ ده المقصود يعني. صحيح، أبقيت هذه الألف، هي نفس هذه الألف، هي نفس هذه الألف أبقيتها هنا، لكن لم أضع تحتها همزة، إنما وضعت فوقها إشارة هم التسين، هي نفس هذه، وأضفت ألف خنجرية في الشعراء صغيرة. يمكن عشان وأضفت ألف خنجرية صغيرة الشعراء متفقين عليها الله ينور عليك، لذلك هي مرسومة على نبرة في الشعراء. إذن هنا أدخلت همزة الاستفهام هنا. تمام، واضحة النقطة؟ تمام، جزاكم الله خير، الله يبارك فيك. نزيد الأمر الثالث أو ندخل على الكلمة الثالثة. الكلمة الثالثة هي لقومه إنكم في العنكبوت الآية 28، فتقرأ آينكم آينكم هكذا. تمام جماعة، إذن هذه الكلمات الثلاثة هي تبعت للمنهج العام، هو أدخل عليها همزة استفهام فأصبحت من قبيل الهمزتين من كلمة واحدة، فنتبع المنهج العام أنه يسهل الثانية ويدخل ألف بينهم، تبعت للمنهج العام. طب ننتقل إلى باب الاستفهام المكرر. هذا باب صغير وبسيط. إحنا عندنا الاستفهام المكرر ورد في القرآن في 11 موضع، 11 موضعا في 9 صور، 9 صور عندنا ورد فيها الاستفهام المكرر. مذهب الإمام البصري أنه قرأ بالاستفهام في اللفظ الأول واللفظ الثاني في جميع المواضع، الـ11 جميع المواضع قرأ بالاستفهام في الموضع الأول والاستفهام في الموضع الثاني. طبعا لا يخفى أصله في أنه بسهل الهمزة الثانية مع الإدخال. أعيد، أنه الإمام البصري قرأ بالاستفهام في اللفظ الأول واللفظ الثاني، هذا في جميع القرآن. طيب إذا اجتمع لنا همزتين من كلمة واحدة، إيش هو منهج الإمام البصري؟ منهج الإمام البصري أنه يسهل الهمزة الثانية مع الإدخال. أول شيء عندنا في سورة، طبعا عندنا في سورة الرعد الآية 5 والآية في الإسراء الآية 49 كما هو موجود أمامنا على الشاشة. هي عندنا 9 صور في 11 موضع وردوا في القرآن. طبعا لا يخفى علينا أنه قرأ بالاستفهام في اللفظ الأول والثاني في جميع المواضع، ولا يخفى أصله في تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال. نأخذ مثال على ذلك، مثال على ذلك في قوله تعالى في سورة الرعد: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. نلاحظ أنه قرأ بالاستفهام في الموضع الأول أإذا، وفي الموضع الثاني أإنا، يقرأ بالاستفهام في الموضعين كما قلنا. طيب ما هو منهجه؟ هاي منهجه، نلاحظ أنه سهل الهمزة الثانية وأدخل ألف، سهل الهمزة الثانية وأدخل ألف. من يقرأ هذه الآية؟ شيخ إبراهيم تفضل. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. فتح الله عليك، لكن أريد أن ننبه الجميع على شيء وقع فيه الشيخ إبراهيم. أحيانا عندما يسهل لا يحقق الكسر. خليك معي شيخ إبراهيم لأننا نريد أن نسمعها منك مرة أخرى. نعم معك. لا يحقق حركة الهمزة المسهلة. لو سمعناه من شيخ إبراهيم قال آي إذا كنا آي، لا نريد آي، نريد آي هي كسرة محققة، الهمزة مسهلة لكن الكسرة محققة. آي لا نريدها آي إذا، آي إذا لا،
قولهم أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي. أسمعها منك. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا أَإِذَا أيوة أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، ممتاز، رائع، الله يبارك هذه فيك يا شيخ، واضح. الله يكرمك. أريد أن أبهك شيء خاص فيك، لا نريد جديد، إد، لا نريدها، جديد، إد، لا تجعل، والكلام للجميع، لا تجعلوا القلقلة، وهذا للأسف الشديد كثيرا ما نسمعها، أي صفة من الصفات سواء قلقلة أو غير القلقلة، لا تجعلوها تطغى على الحرف، عندما أقول جديد، نعم. هذا أنا خليت القلقلة تطغى، أي صفة من الصفات هي عامل مساعد لإظهار الحرف وجمال الحرف، فإذا قلت جديد هذا خطأ، إنما أقول جديد، قل هو الله أحد، الله الصمد، إد، هكذا فقط القلقلة يا شيخ إبراهيم، ربنا يحفظك. بارك يا شيخنا، حفظكم الله. حياكم الله. دكتورة سحر تفضلي. دكتور يعني هو كده بيوافق الإمام حفص في الاستفهام المكرر ما عدا العنكبوت، صح الكلام ده؟ لأن هو يستفهم في الموضوعين في كله، صح؟ صحيح. حفص نفس الكلام، بس حفص في العنكبوت بيخبر في الأول ويستفهم في الثاني، صحيح. يعني هو يوافقه ما عدا العنكبوت، ما عدا صحيح؟ العنكبوت، الله يفتح عليك، تمام. صحيح. لكن هو في منهجه أنه يسهل الهمزة الثانية مع تحقيق، عفوا، يسهل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينهما. تمام يا جماعة؟ طيب ننتقل إلى باب الهمزتين من كلمتين، باب بسيط وسهل جدا. نعرف الهمزتين من كلمتين، هما همزتا القطع المتجاورتان وصلا الواقعتان في كلمتين، بحيث تكون الهمزة الأولى في آخر الكلمة الأولى والهمزة الثانية في أول الكلمة الثانية. طبعا مذهب الإمام البصري في الهمزتين من كلمتين، طبعا عندنا إما المتفقتان في الحركة أو الهمزتان المختلفتان في الحركة، إما متفقتان وإما مختلفتان. طبعا المختلفتان أهل سما متفقوا فيهم، وهذا منهج عام معروف إن شاء الله، كمان لما نوصلهم راح نحكي عنهم. لكن الهمزتان المتفقتان في الحركة، الإمام البصري له عمل أنه يحذف، أو خلينا نأخذ الأمثلة قبل. طبعا عندنا إما مفتوحتان نحو جاء أمرنا، أو مكسورتان في السماء إله، مضمومتان أولياء أولئك، الآية 32 من الأحقاف، وهذا طبعا الموضع الوحيد في القرآن الهمزتين المضمومتين من كلمتين أولياء أولئك، لا ثاني لها لهذا الموضع في القرآن. جاء أمرنا السماء إله أولياء أولئك. طب ما هو منهج الإمام البصري؟ إذن ما هو منهج الإمام البصري في ذلك؟ نجد أن الإمام البصري أسقط الهمزة الأولى مع تحقيق الثانية. طب ننتبه إلى هذه النقطة، مهمة جدا، هذه النقطة مهمة جدا. إذا أسقط الإمام البصري هذه الهمزة الأولى، ما هو منهج العام؟ عندنا تحرير بسيط جدا، أرجو الانتباه لهذا التحرير. نرى أنه إذا قرأ بقصر، طبعا نحن نعرف أنه الإمام البصري له قصر منفصل، والإمام الدوري يزيد على ذلك توسط المنفصل. إذن البصري بشكل عام يقرأ بقصر منفصل، والإمام الدوري له أيضا وجه آخر هو توسط المنفصل، وهذا أخذناه في لقائنا قبل السابق. إذا قرأ بقصر منفصل يكون له في هذا الباب، بمعنى أنه إذا حذفنا الهمزة الأولى قبل الهمزة الأولى في حرف مد نحو السماء إله، في السماء إله اللي قبل قليل أخذناها، أو جاء أمرنا، كلمة جاء هذه الهمزة حذفنا هذه الكلمة حذفنا الهمزة منها. طب الألف التي قبلها ما هو العمل فيها؟ هل نبقيها على حالها أم ماذا نفعل؟ قالوا إذا قرأنا بقصر منفصل في غير هذا الموضوع، يعني بشكل عام كنا بنقرأ بقصر منفصل، يكون لنا في هذا الباب إما القصر وإما التوسط،
إذن في جاء أمرنا، إما أن نقرأها جاء أمرنا أو جاء أمرنا. اسمعوها جدا، اسمعوها جيدا مني. لاحظوا أنا أقول جاء، جاء جيم وألف، جاء أمرنا أو جاء أمرنا. طبعا مع بعضهم كيف راح تصبح؟ جاء أمرنا أو جاء أمرنا. لا أريد أن أسمع همزة بعد الألف، الهمزة التي تسمعها مني تعت أمرنا. إذن جاء أمرنا، جاء أمرنا. أنا وجه مثال آخر، في السماء إله، في السماء إله، في السماء إله. إذن إما القصر وإما التوسط. طب هذا اللي قرأته أنا الآن، الوجهين اللي قرأتهم لمن؟ أقول للبصري براوييه، البصري براوييه. إذن إما أقصر في الألف وإما وسط في الألف. في أولياء أولئك كيف أقرأها؟ أولياء أولئك أو أولياء أولئك. إذن إما أقصر الألف في أولياء أو وسط هذه الألف، أولياء وسطها. طيب هذا متى؟ إذا كنت أقرأ بقصر المنفصل بشكل عام. طب لو أنا بقرأ بتوسط المنفصل، ماذا يكون لي في هذا الباب؟ في أولياء أولئك السماء إله جاء أمرنا، يكون لي التوسط فقط. طب هل الآن السؤال، هل هذا للبصري براوييه أم للدوري أم للسوسي؟ من يقول لي ولماذا؟ نرى الشاهد. طيب الدوري، للدوري لأنه لا أخذ التوسط، لأنه السوسي له القصر. إذا هذا فقط لمن مع للدوري. لماذا للدوري؟ لأنه أنا إذا تحدثت عن توسط المنفصل معنى ذلك أنا أقرأ للإمام الدوري، إذا هذا خاص بالإمام الدوري. طيب إذا كنت بقرأ بقصر المنفصل، وقصر المنفصل هو للدوري والسوسي معا، فيكون لي في هذا الباب إما قصر وإما توسط. وإذا كنت أقرأ بتوسط المنفصل لن يكون ذلك إلا للإمام الدوري، فأقرأ في هذا الباب بالتوسط فقط. الشيخ أبو أيمن يقول هل الجيم معطشة في جاء أمرنا؟ نقول الجيم معطشة يا جماعة، له جاء، جاء أمرنا. لا نريد أن نسمح من البعض يقولها جاء أمرنا أو جاء أمرنا، بغض النظر الآن للبصرة. أريد أن أقرأها لحفص عشان تكون الأمور واضحة. البعض نسمح منه كيف يقرأها؟ جاء أمرنا. اسمعوها مني، جاء أمرنا. هل سمعتم مني جيم؟ بالتأكيد ستقولوا لا، لم نسمع منك جيم. اسمعوها مني مرة أخرى، جاء أمرنا. لم تسمعوا مني جيم. طب كيف أقرأها بالشكل الصحيح؟ جاء، جاء أمرنا. بغض النظر أنا لا أقرأ للأمام البصري ولا أنتبه للمدود الآن، جاء أمرنا، جاء، جاء أمرنا. هكذا تنطق الجيم، أتحاجوني. تمام يا جماعة؟ إذا لابد أن نظهر الجيم، لا نقول أتحاجوني، جون، جون، جوني، هذه ليست بجيم. نعود لقائنا. إذا قصر المنفصل، بقصر المنفصل، إذا قرأنا بقصر المنفصل يكون لنا في هذا الباب القصر والتوسط، وذلك للبصر براويي. وإذا قرأنا بتوسط المنفصل مباشرة فأنا أكون أقرأ للدوري، ويكون لي في هذا الباب التوسط فقط. عندنا تمرين موجود في الكتاب، تمرين جميل جدا. إذا عندنا تمرين في الكتاب، يا ريت ترجعوا له لقائنا القادم إن شاء الله، أحاول أن نجيب عليه بإذن الله مع بعضنا البعض. بهيك أنا بكون انتهيت من لقاء اليوم. مين عنده سؤال أو استفسار أو مداخلة؟ الأخت فايزة تفضلي. أستاذ، في التنبيه الخاص بإدخال همزة الاستفهام في المواضع الثلاثة المذكورة، أستاذ هل إضافة هذه الهمزة هو من باب الرواية أم هذا منهج البصري؟ أقصد في سورة الأعراف، إنكم لتأتون الرجال، إنكم قالوا إن و تحت الأعراف والعنكبوت والأعراف الموضعية. نعم أستاذ، هذه رواية يعني؟ نعم رواية، نعم هذه رواية.
طيب سؤال جميل جدا أخت فايزة، هذه رواية هو يدخل همزة استفهام على هذه الكلمة، هكذا هو يدخل همزة استفهام على هذه الكلمة، إذا أدخل استفهام نعود نقول له ما هو منهجك يا إمام يا بصري؟ يقول منهجي العام، إذا كان همزتين متتاليات من كلمة فأنا أسهل الهمزة الثانية وأدخل ألف، نقول يقول فنتعامل مع هذه الكلمة أو هذه الكلمات الثلاثة على هذه الكيفية، ندخل ألف ونسهل الهمزة الثانية فتصبح آينكم آينا. تمام، إذا هي رواية يدخل همزة الاستفهام عليها، وبعد ذلك ننظر إلى المنهج العام له، فنجد أن هذه الكلمات أو هذا المنهج العام له أنه يسهل الهمزة الثانية ويدخل ألف بينهم. نعم، لأني ظننت أن هناك قاعدة أو فوددت السؤال. أستاذ، سؤال ثاني من تفضل. فضلك. أستاذ، بالنسبة للحالة التي يمنع فيها الإدخال في قوله تعالى قال موسى ما جئتم به السحر، في كلمة السحر، أستاذ ممكن كيف يعني لم أفهمها في الحقيقة، لم تمام أستوعب. ممتاز، برضو سؤال رائع جدا. كلمة الآن وآذكرين والله، حتى تفهموا هذه الكلمات يا جماعة بشكل عام، همزة الاستفهام في درج الكلام لا اعتبار لها ولا وجود لها، فعندما تكون في وسط الكلام نحذفها من ناحية اللفظ. طيب الآن إذا دخلت عليها همزة الاستفهام تكون هذه همزة الوصل في منتصف الكلمة، فإذا كانت في منتصف الكلمة لا اعتداد لها، أو في منتصف الكلام لا اعتداد لها، فدائما الأصل أننا نحذف همزة الاستفهام، كما في قوله تعالى اطلع أفترى، فالأصل أنها فيها همزة استفهام فدخلت على، عفوا همزة وصل، فدخلت عليها همزة الاستفهام فحذفنا هذه الهمزة أي همزة الوصل، فنقرأها أفترى اطلع مباشرة. طيب هذا بشكل عام. طيب عندما ننظر إلى التعريف مثلا المدرسة المنزل، أردنا أن ندخل على هذه الكلمة همزة استفهام، نقول مثلا نريد أن نستفهم هل المنزل نظيف؟ فإذا قلت المنزل نظيف، من يسمعني الآن هو لا يعلم أنا أقول المنزل نظيف، أنا أخبر أنه هو فعلا المنزل نظيف أم أستفهم منه هل المنزل نظيف؟ لذلك العرب عندما تريد أن تدخل همزة استفهام على أل التعريف لا تحذف همزة الوصل. طب ماذا تفعل؟ قالت نبقي هذه الهمزة ولكننا بعد ذلك إما أن نبدلها إلى ألف أو نسهل هذه الهمزة. كيف نقول؟ نقول المنزل نظيف أو المنزل نظيف. الآن من يسمعني يعرف أنني أريد أن أستفهم، ولنا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أكبر مثال على ذلك، عندما خرج ووجد الصحابة يتدارسون القرآن فقال ما أجلسكم؟ قال ما أجلسنا إلا ذكر الله ويعني دراسة القرآن. قال إيش؟ الله ما أجلسكم إلا ذاك. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الله معنى ذلك هو يستفهم منهم، يقول لهم هل فعلا ما أجلسكم إلا ذلك؟ فكيف قرأها الرسول؟ قال الله ما أجلسكم إلا ذلك، لكن لو قال لهم الله ما أجلسكم إلا ذلك فكأنه يخبرهم أنه الله هو الذي أجلسكم، هو الرسول لم يريد أن يخبرهم، الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يستفهم منهم أنه هل الذي أجلسكم هو ذكر القرآن؟ طيب نعود إلى مثالنا. طيب إذا أردت أن أستفهم مثلا عن المدرسة، هل المدرسة بعيدة أم قريبة؟ فماذا أقول؟ المدرسة بعيدة أم قريبة؟ لكن لو قلت المدرسة بعيدة فمعنى ذلك أنت لا تعرفي أن أستفهم أم أخبر. لذلك كما قلت العرب إذا دخلت همزة الاستفهام على أل التعريف لا تحذف هذه الهمزة، لأنه الأصل في هذه الهمزة بدايتها مفتوح، لما أقول المدرسة بدايتها اللي هي الهمزة هي مفتوحة، طب إذا أدخلت عليها همزة استفهام وحذفت همزة الوصل أيضا همزة الاستفهام مفتوحة، فالمستمع لي لا يعرف هل الهمزة التي نطقتها همزة الاستفهام أم همزة الوصل. إذا ماذا فعلت العرب؟ قالت
نبقي هذه الهمزة لا نحذفها، وإنما نفعل فيها شيء آخر. ما هو الشيء الآخر؟ إما أن نبدلها وإما أن نستفهم، فنقول المدرسة بعيدة أو المدرسة بعيدة، هكذا عرف من يسمعني أنني أستفهم. طيب نعود إلى الكلمات الثلاثة الموجودة في القرآن، الله الآن والذكرين، هل هي جاءت ننتبه أنه بدايتها للتعريف، هل هي جاءت لأجل الاستفهام ولا لأجل الإخبار؟ نقول لا، جاءت في القرآن لأجل الاستفهام، الآن الذكرين الله جاءت لأجل الاستفهام، فنبقي همزة الوصل ونغيرها إما بالإبدال وإما بالتسهيل. طيب هل هذا في جاء في القرآن في غير هذه الكلمات الثلاثة؟ نقول لم يأتي في القرآن مطلقا إلا في كلمة السحر، مثلا عند الإمام البصري هو يضيف عليها همزة استفهام. طب إذا أضاف عليها همزة استفهام نتعامل معها مثل هذه الكلمات الثلاثة ومثل كلمة المدرسة والبيت اللي قبل قليل ذكرتم، يبقي هذه الهمزة أي همزة الوصل، ولكنه يتعامل معها بطريقة أخرى بأنه إما أن يبدلها إلى ألف وإما أن يسهلها. فكيف ستقرأ؟ السحر أو السحر؟ وضح فايزة؟ نعم، الإدخال يقترن بالتسهيل، الإدخال وعدم الإدخال خاص بالتسهيل والبسط، الإدخال مصطلح الإدخال يقترن أو مرتبط بالتسهيل. الإدخال هنا في لقائنا اليوم مرتبط بالتسهيل، الإدخال مرتبط بالتسهيل، لكنه بشكل عام عند القراء غير مرتبط بالتسهيل، لكن في لقائنا اليوم هو مرتبط بالتسهيل. كيف غير مرتبط بالتسهيل؟ مثلا عند الإمام هشام هو أحيانا يحقق مع إدخال ألف أنذرتهم، إذا ما لنا في مثال يعني في نعم، حقق الثانية لكنه قام به، لا حقق لكنه أدخل ألف، حقق الهمزتين نعم أدخل ألف. لكن مثالنا اليوم نعم هو مقترن الإدخال بالتسهيل، إذا قلت أدخل معناته سهل. نعم أستاذ، طيب لأني هذا المصطلح الحقيقي لم أكن أعرف، جزاه الله خيرا الأستاذة أم خولة في التطبيق، يعني عرفنا هذا المصطلح فأردت التثبيت فقط. شكرا الله يفتح أستاذ، عليك ويفتح على الأخت أم صباح خولة، الخير أما جزاك الله خيرا. الله يفتح عليهم ويفتح على الأخت أم خولة وعلى الدكتور سحر وعلى الجميع، يعني من له فضل في تعليم القرآن، اللهم آمين. جزاك الله خيرا، آمين. أنا أريد أن كلمة السحر تكون وضحت صورتها وفكرتها، إنه إحنا نعم فكرة وضحت، نعم الآن وضحت جدا. تمام، الله يفتح عليك. الأخت أم خولة تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخت أم خولة وبارك الله فيك على مجهودك الطيب الرائع. الله يخليك، تفضل. حياكم يا رب. فقط عندي يعني استفسار فيما يخص الهمز هنا بالنسبة للبصري. نعم. طبعا الإمام الشاطبي صرح وقال وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانت من كلمتين فتلعلع. مذهب الشاطبي أن الساقطة هي الأولى، وهناك من أهل الأداء من يعني وافقه في ذلك، ومن طبعا من كذلك من أهل الأداء من يرى أن الساقطة هي الهمزة الثانية. وبالتالي دكتور عند سؤالكم إذا قرأنا بالتوسط لمن تكون القراءة، يعني أنا أرى أن الإجابة تكون للراويين السوسي وللدوري، إذا اعتبرنا أن الساقطة هي الثانية فقرأنا بالتوسط من باب المتصل وليس من باب المنفصل. صحيح صحيح، الله يفتح عليك أم خولة. يعني هذه التفرعات أنا أحيانا لا أحب أن أتوجه لها وأتحدث عنها، لكنه فعلا هو بعض العلماء قالوا أن الساقطة هي الهمزة الثانية، والبعض قال أن الهمزة الأولى هي الساقطة، وهذا الخلاف. فمن أسقط الأولى فله، إذا قرأنا بقصر المنفصل لنا القصر والتوسط فيها، وإذا قرأنا بتوسط المنفصل فلنا التوسط فيها، ومن قرأ بحذف الثانية فلنا فقط فيها التوسط فقط، لا يوجد فيها القصر. وهذا خلاف أم خولة للكلام للجميع، لكن إحنا ما نسير عليه وما يعني تعلمناه وما نعلم فيه أن الساقطة هي الهمزة الأولى، وعلي ما قلنا قبل قليل من حيث المدود في الشريحة اللي حكينا عنها قبل قليل. ففتح الله عليكم خولة، كلامك صحيح، لكن أنا يعني ممن يؤيد أنه الساقطة هي الهمزة الأولى، وهذا ما يعني دكتور نعتبر نفس الكلام بالنسبة لقالون والبزي.
لأنه قال وقالون والبزي في الفتح وثقة. تمام، الله ينور عليك. هو فدائما الثقة هي في الأولى. موضوع الإسقاط، في موضوع الإسقاط الخلاف للعلماء ليس على الراوي نفسه، هي على فكرة الإسقاط. هل الإسقاط للهمزة الأولى أم الإسقاط للهمزة الثانية؟ الفكرة العامة للإسقاط، لا هما لا يعنيهم من الآن الراوي الذي يقرأ. إذا الفكرة للإسقاط، هل الهمزة الأولى أم الثانية؟ كما قلنا بعض العلماء قالوا الإسقاط للهمزة الأولى، وبعض العلماء قالوا الإسقاط للهمزة الثانية. لكن ما نرى وما هو عليه العلماء وما عليه مثلا الإمام الشاطبي وما عليه كثير من مشايخنا أو كل مشايخي كان عندهم الرأي أنه الهمزة الأولى هي التي تسقط، لذلك عليها ما تحدثت عنه قبل قليل. تمام. فقط دكتور ممكن توضيح كلمة أئمة؟ تفضل. فأئمة أصلها أئمة، والهمزة الأولى من أصل الكلمة وليست همزة استفهام، ثم نقلت كسرة الميم إلى الهمزة الساكنة فأصبحت الهمزة الثانية ساكنة، وأدغمت الميم في الميم التي بعدها، الميم متحركة فأصبحت أئمة. الله يفتح عليك يا أم خول، الله يفتح عليك، ما شاء الله. صحيح، إجابتك صحيح ووافية وكافية. طيب مين عنده سؤال أو استفسار؟ في نهاية هذه المحاضرة لا يسعني إلا أن أقول والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد، والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابع منواله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.